ألم يتوقع الكثيرون أن تصدق لوايا الحزب الحاكم في السودان بتقديم قرارات تتيح الحريات الإعلامية وممارسة النشاط السياسي كما تشتهي المعارضة، مهرا لخلق جو من الثقة يسهم في نجاح حوار الحكومة والمعارضة، بيد أن ما لحق من تنفيذ فعلي للقرارات أوجد حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة. الجهود الحثيثة التي نبذلها لتحقيق الوفاق الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد، وهي دعوة صادقة وإرادة مدركة لأهمية جمع الصف الوطني على ثوابت الأمة ومصالحها العليا. قرار الرئيس السوداني أعطى أحزاب المعارضة الحق في ممارسة النشاط السياسي وإقامة الندوات في الميادين العامة بعد أخذ تصريح قبل يومين لتمكين السلطات المختصة من تأمين النشاط، بالإضافة لحرية ممارسة النشاط داخل دور الحزب دون تصريح مسبق، وهو ما تراه المعارضة بأنه إثبات لمصداقية النظام وفرصة يجب الاستفادة منها. الآن فتحت مساحة بتاعت حرية، صحيح هي بموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية يفترض أن يكون هنالك إصلاح قانوني يتلائم مع الجوهر بتاع هذه الدعوة. بداية الندوات حسا الآن بالشكل بتاعه الأول ده بأكد على الأقل في مصداقية أولية. بالتزامن مع إطلاق الحريات السياسية انفراج كبير فيما يخص الحريات الإعلامية بعد وقف مصادرة الصحف وإلغاء الرقابة القبلية عليها بموجب قرار الرئيس السوداني، وهي خطوة جاءت في وقت مناسب كما يرى المختصون. تصور أن القرار جاء في موعده، أتصور أنه جاء في مناخ داعم له في المقام الأول وداعم للانفتاح الحريات بكلياتها إذا كان على المستويات السياسية أو الإعلامية. في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الداخلية والتي تؤسس لنجاح الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني أحزاب المعارضة بداية العام الحالي، تتعاظم أمال السودانيين بأن يسهم كل ذلك في وقف الحرب الدائرة في دارفور وإقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان. إجماع على أن البدء في تنفيذ قرارات الرئيس السوداني يمثل بداية عهد جديد في خارطة السياسة السودانية، لكن تبقى بعض المخاوف لدى الآخر من تقلبات موازين السياسة. سبأ سيف الدين، الغد العربي، الخرطوم.